أشعل فوز المنتخب الوطني للشباب على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد المنافسة في بطولة كأس العرب بين المجموعات المختلفة في السباق على أفضل ثان يتأهل إلى الدور القادم في ظل تعقيدات جمة تكتنف المباريات الحاسمة. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي الرياضي سميح المعلمي. مرحبا بك سميح، وبداية كيف تقيم أداء المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره الإماراتي، وما الذي تغير عن اللقاء السابق أمام الأردن؟ حياكم الله جميعا، أولا مبروك لنا جميعا هذا الفوز المستحق. طبعا الذي تغير أن المنتخب فقط قاد مباراة ودخل أجواء المنافسة، يعني في حال كان هناك مباريات دولية ودية طبيعية، ولكن أنا متأكد أن كنا سنتجاوز الأردن بسهولة وثم المنتخب الإماراتي. هذا يدل أن منتخبنا مستواه تصاعدي، وبإذن الله إذا وجدت مباراة ثالثة وخدمتنا حسابات المجموعة الأخرى ستكون طبعا سيكون المستوى أفضل من المباراتين السابقتين. نعم سميح، ما هي حظوظ منتخبنا الوطني للتأهل في كأس العرب للشباب إذن؟ هي الحظوظ للأسف ليست في يدنا الآن، هي بيد غيرنا، بيد المجموعات الأخرى. في حال تم المباراة ليبيا والجزائر وخدمتنا النتيجة وتغلبت الجزائر على ليبيا بهدفين نظيفين، هذا طبعا سيكون شيء طيب لمنتخبنا وسيحسم تأهله. أيضا منتخب المغرب وفلسطين مباراة بعد الغد هي أيضا متعلقة بحسابات منتخبنا. الذي أريد أن أوصله من خلال هذه المداخلة، أستغل المداخلة، رأينا البارح كيف أدخل هذا المنتخب السعادة لليمنيين وقبل ذلك الناشئين. يعني أتمنى أن تصل رسالة للجهات المعنية ابتداء من الدولة أن يكون التوجه لدعم الرياضة توجه دولة وليس فقط الاتحاد، فقط الاتحاد ينفذ البرامج والخطط وأيضا يتوجب عليها الدعم، أيضا لابد أن يكون هناك تدخل من رأس هرم الدولة لدعم الرياضة. رأينا المنتخبات الوطنية كيف تساعد الشعب اليمني وكيف تحضر الجماهير من مختلف المناطق لتشجيع المنتخب في أي مدينة من المدن العربية. نعم سميح، إذا اكتملت الفرحة ووصل المنتخب إلى التأهل، إلى أين هل 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 يعني إلى أين يمكن أن يصل المنتخب الوطني في حال تأهله؟ أنا أتوقع المستوى التصاعدي هو يبشر. أتوقع إذا واجهنا منتخب من المنتخبات التي تعتبر متوسطة بالقياسات الفنية، مع احترامنا لجميع المنتخبات، أتوقع المنتخب ممكن يصل للدور نصف النهائي. نحن أمام خيارين في حال التأهل، من الممكن مواجهة المنتخب السعودي أو حتى الأردني على فكرة في القرعة، في حسابات القرعة. أنا متفائل في حال خدمتنا النتائج وتأهلنا، أتوقع أن منتخبنا سيكون مستواه تصاعدي، المعنويات مرتفعة، اللاعبون الحمد لله كلهم بصحة وسلامة، أتوقع أن يكون المستوى تصاعدي ونصل إلى الدور نصف النهائي بإذن الله. نعم، إذن الصحفي الرياضي سميح المعلمي، شكرا جزيلا لك على كل هذا التفاؤل وكل هذا الطموح.